صحيح جينيفر وينجت عندها ابن. هالمعلومة مش صحيحة. فبعد الخبر اللي نشر مؤخرا عن حمل بباشا باسو من طليق جينيفر كارن سينغروفر، الكثيرين منكم سألوا هل فعلا كارن عنده ابن من زوجته السابقة جينيفر وينجت. لكن هالنجمة اللي سبق لها زواج من كارن واللي دام سنتين بس قبل ما يتم الطلاق بينهم دون إنجاب أي أطفال، فجينيفر وكارن ما رزقوا بأولاد خلال فترة زواجهم. ورغم أنه دائما بيتم تداول صور لجينيفر وكارن مع طفل صغير، لكنه مش ابن جينيفر، وهو بس ابن أخ جينيفر. صحيح أكشاي كومار مش هندي، هالمعلومة مش صحيحة. فأكشاي كومار هو مواليد مدينة أمريستار اللي بتتواجد في ولاية البنجاب شمال الهند، وأبوه هندي وأمه هندية، وأكشاي كان بيحمل الجنسية الهندية، لكن سنة 2011 أصبح بيحمل الجنسية الكندية واضطر للتخلي عن الجنسية الهندية لأن القانون الهندي بيمنع الجمع بين الجنسية الهندية وأي جنسية أخرى. لكن مؤخرا صرح أكشاي إنه راح يتخلى عن الجنسية الكندية حتى يسترجع جنسيته الهندية.